بعد هذا كتابي الأول البحر المدين في شخصيات أهل جريد، أدرجت فيه ما يزيد على 200 شخصية، أدباء، شعراء، فقهاء، أولياء صالحين، إضافة إلى ذلك أدرجت مخطوطات الجريد ثروة تبحث عن رعاية. هناك شجرات مخطوطة تنشر لأول مرة، وصور تاريخية وخرائط، وخاصة صور مدن الجريد ككل. ثم فيما بعد أدرج طبعت كتاب آخر، عفوا كتاب الفريد في عالم بلاد الجريد، رأي كتاب في 550 صفحة، نفس العدد الصفحات الكتاب الأول، وتكمل للكتاب الأول هذا الفريد. ثم خرج هذا الكتاب ديوان المحاميد في شخصيات أهل الجريد، كذلك مدعوم بصور ومخطوطات وحجج وشجرات، وتحدثنا عن القبائل، وتحدثنا على كل ما يتعلق بمدن الجريد ككل. هذا الكتاب الثالث، وإن شاء الله هناك أعمال أخرى سيأتي بيانها فيما بعد على ما وقفنا عليه من ذلك كله إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا العبد الفقير إلى ربي الغني عمن سواه خالد بن عبد الرحيم. أنتجت فيما سبق عدة كتب في مجال التاريخ وخاصة في إقليم الجريد ككل. أولا كتابي البحر المديد في شخصية أهل الجريد، ثم جاء كتاب آخر بعده الفريد في عالم الجريد، ثم أنتجت كتاب آخر ديوان المحابيد في أخبار أهل الجريد. أقل كتاب في 500 صفحة، تراجم شخصي لعلماء الجريد ككل، وعلماء ودباء شعراء فقهاء أولياء صالحين. يكاد في كل صفحة أدرجت إضافات وإحالات وتعليق، تكاد في كل شخصية تقريبا، لا بالطويل الممدد ولا بالقصير المخل. ثم فيما بعد ألفت عدة كتب هي تحت الطبعة إن شاء الله. عندي كتاب مدينة توزر عبر التاريخ، توزر أتغابيغ الإسوار. عندي كتاب حلل المريد من أخبار الجريد، كتاب آخر القبائل والعشائر بالجريد، كتاب آخر النخلة في بستان التاريخ، وكتاب آخر تقسيم المياه السقوية بوحات الجريد، وكتاب آخر العادات والتقاليد بتوزر والجريد، وأخيرا وليس آخرا كتاب هو بصدد الإنجاز إن شاء الله، فيض القدير في رجالات الجريد. هذا كتاب يحوي على ما يزيد على 200 شخصية من العلماء الجريد، هو تكملة للكتب السابقة الثلاثة، البحر المديد والفريد وديوان المحاميد. فيه ما يقرب على 600 صفحة، وسائر الكتب الأخرى إن شاء الله هي تحت الطبع، وإن شاء الله ترى النور عما قريب، والله موفق وإليه سبيل الرشاد، وشكراً.